وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أستاذ هاني، بعد التحية، تواصل مصر توصيل مساعداتها الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة. أهم الجهود التي تبذل على الأرض من أجل إدخال هذه المساعدات، وأيضا دور التحالف في إيصال المساعدات لقطاع غزة. يمكن الأول طبعا أهم حضرتك، الحمد لله التحالف الوطني قدر يعمل حاجة عظيمة جدا من خلال 34 كيان موجودين من داخل التحالف، 34 جمعية أهلية. الحمد لله قدرنا 48 ساعة إن إحنا نجهز 106 شاحنة فيهم كل المساعدات العاجلة، سواء مواد غذائية، بطاطين، أدوية، ملابس، مخيمات، كل الحاجات الحمد لله قدرنا إن إحنا نوصلها. قعدنا فترة كبيرة طبعا موجودين عند معبر غزة، احنا اللي كانوا فعلا مرابطين هناك مش عايزين يرجعوا حاجه تحصل. الحمد لله ان احنا قدرنا عن طريق كده السياسيه، احنا بنشكرهم جدا ان 100 من العربيات فعلا دخلت. يمكن النهارده بالليل ممكن ننتهي من كل العربيات، ما يبقى كل بقى الحمد لله دخل اهالينا هناك في قطاع غزه، والحمد لله طمنا ان الحاجه فعلا وصلت لهم، وان الحاجه دي فعلا فادتهم جدا، وقد ايه هم كانوا مبسوطين. حتى في المستشفيات الادويه اللي دخلت للمستشفيات والحاجه اللي احنا بعتناها الحمد لله كانت مفيدة جدا. ويمكن الحمد لله احنا الفترة دي برضو كجمعيات أهلية وكصناع خير ابتدينا برضو نجهز بعض القوافل بالذات كمان المواد الغذائية والطبية، عشان إن شاء الله نقدر يبقى في مرحلة تانية للحاجات اللي هتروح هناك لأهالينا بإذن الله. كل التوفيق ليكم أستاذ هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم.